شاحن 9.5 فولت، هعمل له تعديل علشان المكونات دخنت واتفحمت، وفوق في مكونات اتفحمت. هبدأ ألغي كل مكونات الباور علشان أعمل تعديل جديد. وهفك الباور كمان، هتأكد من وجود الفولت هيك، الفولت على المكشف الفولت موجود 294 فولت. افضي الشحن الاول، هعمل التعديل بدائرة باور 5 طرف. هبدأ التوصيل، الشلك الأسود هيتوصل بسالب المكشف 300 فولت، سالب المكشف 300 فولت.
سلك الاسود بسالب المكشف 300 فولت، والسلك الاخضر بموجب المكشف 300 فولت، موجب المكشف 300 فولت، السلك الاخضر بموجب المكشف 300 فولت، السلك الاحمر بالمكشف 50 فولت على 47، مكشف 50 فولت على 47، دور عليه المكشف اللي بيغزل اي شيء المذبذب 50 فولت على 47، مكشف مزنوق تحت 50 فولت على 47، أوصل السلك الأحمر بموجب المكشف، موجب المكشف، أتأكد من مكان المكشف، هذا المكشف والموجب هنا، السلك الأحمر أوصله بموجب المكشف 50 فولت على 47. اللي بيغذي او يشيل مذبذب السلك الاصفر هوصله بطرف المشفت السلك الاصفر هيتوصل بطرف المشفت السلك الابيض هيتوصل بالفوتو كلابر كده. انا وصلت الخمس اسلاك، السلك الاسود بسالب المكشف 300 فولت، السلك الاخضر بموجب المكشف 300 فولت، السلك الاصفر بالمشفت الخاص بالباور، السلك الاحمر متوصل بموجب المكشف 50 فولت على 47 ميكرو، السلك الابيض متوصل بالفوتو كلابر. بعد ما وصلت كل الاسلاك هبدأ اشغل واشوف الوضع بعد التوصيل والتعديل. الباور اشتغل تمام، هبدأ اقيس الفولت اللي طالع من الباور، تسعة وستة من عشرة فولت، يعني بمعدل 9.5 فولت.